للاكسل فلو بامب. ده طبعا بقى شابتر جديد خالص بيتكلم على النوع تاني من البامب اللي هي الاكسل فلو بامب. سامعني يا عمرو؟ السلايد باين قدامك؟ اه يا دكتور، واضحة مع حضرتك. تمام. ان شاء الله الكونتنت اللي هنتكلم فيها احنا يعني عملنا كلاسيفيكيشن التربو ماشينري والسبيسيفيك سبيد. هي طبعا الاكسيال بامب زي ما هيبان هي احد انواع الروتو دايناميك بامب. هناخد بقى نخش بقى في الاكسيال بامب، ايه الكاركترستكس، الكونستراكشن، ازاي نحسب بقى الفلو ريت، البليد بروفايل، البليد بتاعها شكلها عامل ازاي والبليد بروفايل. وزي ما عملنا مع الريديال بامب ورسمنا الفلوس تريانجل هنعمل نفس الكلام هنا، والفورس تريانجل، ونحسب ايه الايكويشنز والديزاين بارامتر، وازاي نحسب طول البليد او عرض البليد اللي هو البليد كورد لينث، البرفورمانس بتاع البامب هنشوفه عامل ازاي، الاكسل ثراست برضه في الاكسل فلو بامب، التورك بتاع البامب، الدايمنشنلس بامب كوفيشنت، والموديلنج والديناميك سيميلاريتي. لما خدنا اتكلمنا في اول سلايد في اول ترم ان البامب بتتقسم نوعين، روتو دايناميك بامب، ودي فيها ان الهيد بيعتمد على الفلو، والبوست ديسبيسمنت بامب الهيد لا يعتمد على الفلو. اللي انا عايز اقوله ان الاكسيال بامب هي احد انواع الروتو دايناميك بامب، يعني تبع العيله. يعني احنا كل ده كنا بناخد السنتريفيجال بامب، الفلو كان داخل اكسيالي وبيطلع راديالي. لا، في الاكسيال فلو بامب الفلو داخل وخارج ايه؟ اكسيال، ما بيغيرش اتجاهه. يعني الفلو داخل وخارج اكسل، طبعا شكلها مختلف. يعني بص كده على الامبلر هنا وهنا هتلاقي واضح ان في اختلاف. النوع الثالث ده احنا مش هناخده، مش هندرسه، مش علينا في الكونتنت، اللي هو الميكسد فلو، اللي هو الفلو داخل اكسل وخارج انكلايند، جزء اكسل وجزء ايه؟ راديال. تمام؟ يبقى هنا واضح ان في اختلاف في شكل الايه؟ الاكسل بامب عن الراديال فلو بامب. ايه الكاركترستكس؟ امتى استخدم الاكسل فلو بامب؟ بستخدمها لما اكون محتاج هيد قليل وفلو ريت عالي، عكس السنتريفيجال بامب. الراديال بامب بستخدمها لما اكون عايز هيد عالي، هيد اكبر من 50 متر وفلو ريت قليل. لكن الاكسيال بامب بستخدمها لما اكون محتاج ايه؟ هيد قليل، الهيد بتاعي لا يتجاوز 12 متر، فلو ريت كبير جدا بيبقى من 1 ل 3 متر مكعب في الثانيه، يعني 3000 لتر في الثانيه. ممكن احيانا فبعد السبيشال ديزاين يوصل ل 27 متر مكعب في الثانيه. وزي ما خدنا ال ان اس السبيسيفيك سبيد، عشان الهيد قليل والفلو ريت عالي هتلاقي ال ان اس بتاعت الاكسل بامب عاليه من 500 ل 1000، ولكن ال ان اس بتاعت الراديال بامب من 25 ل 250. الميكسد فلو هي انترميديت بين الاثنين، ميديوم هيد، ميديوم ديستشارج، وال ان اس من 350 ل 500. الابلكيشن بتاعت الاكسيال بامب اللي انا محتاج فيها فلوريت عالي وهيد قليل، الاريجيشن، الري والصرف، درينج، السيويج، الكوندنسر كولينج بامب، ترمبات، مضخات تبريد المكثف في الباور ستيشن. في الباور ستيشن زي ما خدته في السيرمو او الثيرمال، لازم ابرد الكوندنسر لان هو ده اللي بيحصل فيه كوندنسيشن. الكوندنسر بيبقى فيه كميه كبيره من الهيت ريجكتد، لان تلت الهيت بيطلع بيتحول لورك والتلتين بيترمي في الكوندنسر. فانا محتاج كميه ميه كتيره عشان اقدر اعمل تبريد او تكثيف للستيم. وده بيجي منين بقى؟ محتاج كميه ميه من النيل، عشان كده تلاقي الباور ستيشن راكبه جنب النيل. فانا عايز كميه ميه كتيره جدا عشان اقدر اكثف كوندنسيت البخار اللي ماشي بكميات كبيره. مين اللي بيعمل الكلام دوت؟ اللي هي الايه؟ الاكسل فلو بامب. تمام؟ يبقى انا محتاج هيد قليل وفلو ريت عالي. عايز اروي ارض زراعيه، ارض عندي 3 4 5 او 1000 فدان، يبقى عايز كميه فلو كتير، فلو كتير قوي وهيد قليل. برفع من هيد الترعه او النيل الى هيد الارض، مستوى الارض حوالي متر او نص متر بكتير. تمام؟ ده اشكال البامب عامله ازاي، الاكسيال بامب. طبعا شكلها مميز، طبعا ليها كذا ارينجمنت، ممكن تبقى فيرتيكال، ممكن تبقى هوريزونتال. بص كده على البامب شكلها عامل ازاي اهو، عادي البامب اهي عامله زي شكل المروحه الاكسيال فان، بيسموها كمان بروبيلر اللي هو الرفاص بتاع المركب
او الشكل الشفاط بتاع المطبخ، المروحه الاكسل فان، مروحه السقف. ادي الفلو اهو، هنا طبعا بترمبه راسيه مغموره سبمرسد، الفلو داخل وخارج اكسيالي. احيانا بيركب كمان عند المخرج اكسيال فين ستيتور بليد، يبقى بيركب عند الخروج اكسيال فين، تمام. وده الدرايف شافت، والفلو بيمشي في البايب اهو، يعني الفلو داخل وخارج اكسيالي ما غيرش اتجاهه، مش زي الراديال الراديال بامب الفلو داخل اكسيال وخارج راديال، لا الفلو داخل وخارج اكسيال. وبعدين وباخد بعد كده بعد ما يعدي من الامبيلر اخده هنا واوديه على ايه، الى الـ الى الـ الى مثلا الى البو او بند ويكمل هورزونتال. ادي الشكل ده، دكتور اتفضل. معلش، الاكسل فين ده بيعمل ايه لازمته؟ انا كده كده عايز اشكل تجاره اصلا. جايد بتعمل جايدنس، لان الفلو خارج سوير بعد البامب، خارج فيه فورتكس او فيه سوير لفلو، ودي بتعمل لوسس. انا عايز الفلو استعدله، بتعمل ستريتنج، يطلع في ستريت لاين، يطلع تاني اكسيال تاني، يعني هو الفلو كان داخل اكسيال، بسبب حركه الروتيشن الفلو بقى فيه سوير، اللي فيه دوامه، تمام. الدوامه دي بتعمل بتعمل لوسس، فانا عايز الفلو استعدله تاني، تمام، يطلع تاني اكسيالي زي ما كان داخل اكسيال يطلع اكسيال، تمام. يعني فدي اسمها بتعمل جايدنس بس. جايدنس بالظبط، هي تعمل جايدنس، بتستعدل الفلو، جايد بليد، تمام. ادي شكل البامب اهي، ده هورزونتال ارينجمنت، ادي الفلو داخل اكسيال وخارج اكسيال، بس نتيجه لحركه الروتيشن الفلو بيكتسب حركه دورانيه، فعشان كده بركب ستيتور بليد او فيكسد جايد بليد بتعمل جايدنس. وده شكل من قدام اهي، شكلها مميز، عامله زي مروحه، ممكن يبقى 3 بليد، 2 بليد، 4 بليد، 6 بليد، اهو على حسب الديزاين بتاعي. هنا في حاجه مميزه، ان البليد سيكشن واخد شكل ايرفويل، يعني شوف شكل البليد، المقطع بتاعه طبعا في تويست في البليد، البليد فيها تويست، يعني البليد مش مستقيمه، فيها تويست، يعني هتلاقي الانجل هنا كبيره عند الهب اللي هي الروت، وعند التب البليد بتنام، يعني في تويست في البليد، هنعرف ليه، يعني الانجل مش ثابته، عامله زي البروبيلر، الريشه بتاعت الهليكوبتر او البروبيلر او مروحه السقف فيها تويست، تمام. ودي شكل الروتورز اهي، ده الراديال، ده الراديال امبلر، وده الميكسد فلو، وده الايه الاكسل فلو، شكله واضح، وده كروس سيكشن اريا في البليد، تمام. بتاخد شكل ايرفايل، ودي الستريم لاين بتاعت الفلو، الفلو داخل وخارج، وطبعا نتيجه للبريشر ديفرنس على الايرفايل بيتولد عليها فورس، اللي هي الليفت فورس والدراج فورس. هنا الرسمه اللي تحت دي مالتي ستيج امبلر، يعني برضه ممكن اعمل مالتي ستيج اكسيال بامب، اهو عندي شافت طويل وراكب انا 1 2 3 4 5 مراحل، بين كل مرحله والتانيه بركب ايه؟ ستيتور بليد عشان يستعدل الفلو يدخل اكسيال على المرحله التانيه، يعني ما بين كل مرحلتين بركب فيكسد جايد بليد، يعني فيكسد جايد بليد ستيتور، ستيتور وروتور وكلهم على نفس الشافت، ده مالتي ستيج اكسيال فلو بامب. واضح يا عمرو؟ هل في اسئله لغايه هنا؟ لا تمام. برضه نرجع تاني للكاركترستكس، عملنا كلاسيفيكيشن للروتو دايناميك بامب اكوردنج سبيسيفيك سبيد. الان اس بتاع ادي الاكسيال بامب، الان اس بتاعها بيبقى من كام؟ 500 ل 1000. الدايمتر ريشيو الدي عند المدخل زي المخرج، مفيش اختلاف، يعني عند الدخول الفلو اكسيالي، الفلو داخل وخارج في الاتجاه الاكسلي، مش ماشي راديال، لا مش زي الراديال بامب، الراديال بامب الفلو داخل عند واحد وبيطلع عند اثنين، يعني ماشي في اتجاه الراديوس، لكن ده ماشي في اتجاه الايه؟ الاكسيال، يعني دي 2 على دي 1 ايكوال 1. وبرده لو هيد بتاعها 5 متر بكتير قوي 12 متر، وفيري هاي فلوريت، تمام. يعني يا دكتور كده نفس الدي ونفس الفي، عند الدخول والخروج، يعني مدخل البليد ومخرج البليد، ونفس الكيو صح؟ ايوه نفس الكيو طبعا، ما كيو هو لا هو في طبعا في ليكج، يعني نفس طبعا السيدي سيدي سيدي فلو، بس الفلو طبعا في جزء من الفلو بيرجع الليكج، تمام. طب شفت هو انا كده عملت ايه؟ انا فاهم ان هي بتزود الكيو،
انا عملت ايه كده ما انت بتعمل بتدي انرجي للفلو، انت بتعمل وانت عايز تحرك الميه في صوت ايه؟ في صوره فلو، مش ده عباره عن زي المروحه. المروحه بتعملك ايه؟ مش بتقلب الهواء بتديك هواء؟ هي المروحه بتعمل ايه؟ بتديك هواء بس الضغط قليل، صح؟ انت عايز هواء ولا عايز ضغط؟ هوا عايز هواء، عايز كميه عاليه، نفس الكلام. يبقى دي البامب دي بتديك كميه ميه كبيره ضغط قليل. يعني عايز اروي الارض، عايز ارفع الميه، بترفع الميه، بترفع هيد قليل، بترفع نص متر، في المقابل بتديني كميه كبيره من الميه. تمام. ودي طبعا بتتحط هوريزونتالي صح؟ يعني مثلا ما في ينفعش طبعا هوريزونتال وفي فيرتيكال، ما عشان احطها في النيل لازم تحط كده مغموره كده، يعني بتحط كده اهو في النيل. بس لما يكون الاكسس بتاعها هوريزونتال زي اللي في النيل دي، مش كده ايوه. الافشنسي هتقل؟ لا مش لا محتاجه لا، باور اعلى؟ ملهاش دعوه، لا ملهاش دعوه بالافشنسي. مش هتكون محتاجه باور اعلى عشان لا تدفع لا لفوق؟ ايوه، ده الانبوت. ايوه ماشي، ده الانبوت نفسه، ما هو الانبوت. بس هي كده، حتى لو هي هوريزونتال هتلاقي البايب دي جايه من تحت وترفع فوق، فاهم قصدي؟ طبيعي. يعني البايب دي مش هي كده، يعني الميه برضو جايه من تحت. يبقى ممكن اركب البامب على وش الارض او مغموره في الميه، فاهم قصدي؟ بس في كلا الحالات هي بترفع من منسوب لمنسوب، فاهم قصدي؟ يعني هي بترفع من منسوب قليل لمنسوب عالي. البامب بقى ممكن تبقى هورزونتال او فيرتيكال، فاهم قصدي؟ يعني ممكن اخلي البامب فيرتيكال شافت او هورزونتال شافت، بس في كلا الحالتين هي بترفع نفس الهيد. تمام. ده برضو مقارنة في الافيشنسي. هنا الحتة دي قلتها قبل كده. هنا الجراف ده بيجمع الافيشنسي لكل البامبس، الروتو دايناميك بامب، وقلت دي الافيشنسي كفانكشن في السبيسيفيك سبيد. هنا الراديال بامب طبعا في الجزء اللي على الشمال ليه ان اس قليل، واضح ان كفاءته قليلة من 50 ل 60. لو بمشي لليمين طبعا الكيرف بيطلع لفوق، يعني الان اس بيزيد والافيشنسي بتزيد. اللي انا عايز اقوله ان البروبيلر بامب ليها كفاءه اعلى من الايه؟ الراديال بامب، يعني كفاءه البروبيلر بامب توصل ل 80%، في حين ان الراديال بامب توصل لكام؟ حوالي 50 60%. يعني انا عايز اقوله ان الاكسيال بامب افيشنسي اعلى عن مين؟ الراديال بامب. ليه بقى؟ لان اللوسس في الاكسيال بامب اقل من الايه؟ الراديال بامب. ليه؟ لان اللوسس معتمد على الهيد. الهيد بتاع الاكسيال بامب قليل، تمام؟ الهيد بيعتمد على مين؟ على الديامتر سكوير والسرعه سكوير، الان الدي سكوير والان سكوير. طالما الهيد قليل بتاع المطلوب من الاكسيال بامب، ده هيستدعي ان البامب الديامتر بتاعها صغير وتلف بسرعه صغيره. يعني انا عايز هيد قليل، يبقى الهيد هنا طالما الهيد قليل يبقى الديامتر بتاعها صغير والسرعه صغيره. طالما الدايمتر قل، كل اللوسز المعتمده على الدايمتر بتقل، زي الديسك فريكشن وكل الحاجات. ديسك فريكشن معتمد اعتماد كبير على مين؟ على الدايمتر. بالنسبه للار بي ام لما يقل برضه كل اللوسز بتقل، زي التربلنس والتشوك والحاجات دي كلها. يعني طالما الدي والان بيقلوا اللوسز كلهم بيقلوا. طالما اللوسز بتقل في الاكسيال بامب، ده هيزود الافشنسي بتاعت مين؟ الاكسيال بامب. وده واضح من الجراف، واضح يا عمرو؟ ايوه دكتور. طب هو ده شكل تاني اهو، ايزومتري للبامب اهي. ادي شكل البامب، ادي الشافت بتاعها اهو، وده شكل الروتور. طبعا في تويست البليد، في تويست وليها كروس سيكشن اير فويل. الفلو داخل وخارج اكسيالي، وبعد ما يخرج من الروتور يحوط بعد كده يطلع ايه اهو. يعني حتى لو انت هتركبها هوريزونتال، الفلو لازم يطلع فوق. يعني هي لازم برضو ارفع الفلو. يبقى انت كده في كلا الحالتين، سواء البامب هوريزونتال او فيرتيكال، في كلا الحالتين الفلو البامب بترفع الفلو من مستوى قليل لمستوى عالي، تمام؟ احيانا بقى بيركب عند مدخل البامب برضو جايد بليد ستيشنري فين اهي.
يبقى بيركب عند المخرج ستيشنري فين وايه برضو عند المدخل انلت انلت جايد جايد فين واوتلت جايد جايد فين. ليه بقى؟ عشان يضمن ان الفلو داخل اكسيال اسمها اكسيال بامب. ممكن الفلو اللي جاي مش اكسيالي، لو مش ده مش جاي اكسيالي هيصطدم بالمدخل بتاع البليد، لو اصطدم بالبليد هيحصل شوك لوس وتربلنس وكفاءه تقل. فعشان يضمن ان الفلو داخل اكسيالي وخارج اكسيالي بيركب ستيشنري جايد فين عند المدخل والمخرج، دول جايدنس، والفلو هو ماشي اكسيالي، الفلو ماشي اكسيالي. تمام. الافشنسي من 80 لـ85%. البليد بروفايل زي ما انا قلت بياخد شكل ايرفويل. عدد البليد حوالي من 2 لـ6. الهيد من 1 لـ12 متر. والاستخدامات بتاعتها الابليكيشن الاريجيشن والدرينج والكوندنسر كولينج بامب. ده الفيرتيكال، ده الفيرتيكال ايه ارينجمنت اهو، يبقى ممكن تبقى فيرتيكال ممكن تبقى هوريزونتال. تمام. ده طبعا بتسحب من 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 اسفل. ايه الكونستراكشن كومبوننتس؟ بيبقى فيه هنا عندي في الاول في سكشن نوزل. السكشن نوزل ديت بيبقى فيها ايه؟ الاستيشنري جايد فين. تمام اهي ستريت، تخلي الفلو ستريت يعني تموت اي سويرل، يعني دي ستريتنر تضمن ان الفلو داخل اكسل على مين؟ على البامب. تمام. طب وبعد كده اخش على الروتور، الامبيلر اهو او الروتور او البروبيلر. تمام. طبعا في كليرنس ما بين الكيسنج وما بين البليد، عشان كده في فلو بيرجع تاني اهو، في فلو بيلف ويرجع تاني عند ده الليكج فلو. الكروس سكشن اريا بتاع البليد او اير فويل، لو اخدت دي الاير فويل انا عندي 4 بليد 1 2 3 4، يبقى الكروس سكشن بتاع الانلت فين ستريت ستريت فلات بليد، لكن الكروس سكشن بتاع البليد بياخد شكل اير فويل. تمام. واتجاه الحركه للايه؟ الى اليسار. وبرده بركب جايد بليد تاني عند المخرج، برده بتاخد شكل برده اير فويل اهي، بحيث ان الفلو اللي خارج من الامبلر يدخل على الجايد بليد دي ويطلع اكسيال اهو، يطلع اكسل فلو، يبقى الفلو دخل اكسيالي ويطلع اكسيالي، دي اسمها اكزيت جايد فين. وبعدين اسحب الفلو بعد كده امشيه بقى ايه هورزونتال، يبقى برضو بيطلع تاني ايه بعد ما يخرج من البامب وبعد ما يطلع من الجايد جايد فين يمشي بقى ايه هورزونتال. تمام. هنا دي الديسشارج فلانش ودي السكشن فلانش ودي السكشن نوزل. واضح يا عمرو؟ اه تمام يا دكتور. تمام. طب نيجي بقى للحسابات والكالكوليشنز. الفلو ريت طبعا زي ما انا قلت بيحصل ليكج، ده شكل الروتر اهو. هنا في هنا طبعا البليد راكبه على هب الروت، دي هب، والاوتر دايمتر هو الدي اوت او الدي تب. الفلو ريت اللي خارج هو كيو، بس الليكج فلو ريت بيبقى كام تقريبا؟ الليكج بيبقى حوالي من 5 لـ8%. يبقى التوتال فلو ريت كام؟ عبارة عن كيو زائد كيو ليكج، يبقى كني بتكلم على 1.5 إلى 1.8 من الكيو. الكيو توتال هتساوي ايه بقى؟ التوتال فلو ريت هيساوي الفلو فلو اريا في سرعة الفلو. الفلو اريا الفلو ماشي في الانيلر اريا، الاريا الحلقية، يبقى باي على 4 دي اوت سكوير ناقص دي هاب سكوير. سرعة الفلو اللي هي بناخد الكومبوننت اللي هي الاكسيال اللي هي سي ام 1، يعني سي ام 1 دي الاكسيال كومبوننت الفلو. ودايما احنا بناخد ايه؟ اكسيال انتري. هتلاقي في معظم المسائل الفلو داخل اكسيالي، يبقى الكلام ده معناه ايه؟ ان السي ام 1 هتساوي سي 1، زي ما خدنا في البامب راديال انلت. لو فاكر راديال انلت كان السي كان سي السي ام بيساوي سي 1، نفس الكلام هنا عندي اكسيال انلت. طالما بقول اكسل انلت يبقى سي ام هيساوي سي 1.
تمام. وده شكل البليد اهم، دي البليد، ادي الانر ريديوس وده الاوتر ريديوس. البليد طبعا في الاول الكورد بتاعها صغير، الكورد او العرض البليد صغير، وبعدين بيزيد للخارج. تمام، واضح يا عمرو؟ في اسئله كتير. دكتور، هو في الريديال اللي كتب كام؟ في الريديال ما برضه في حدود 5% 6% على حسب. يعني ده كده عالي ولا قليل لو قارناه بالريديال؟ لو ملهاش علاقة. لا ملهاش علاقة، لا هو يعني هي برسنتج بتعتمد، يعني ما اقدرش اقول، حسب الاوبريشن وحسب حاجات تانية كتير يعني. وكمان ده نسبة من كام؟ يعني لما اقول 5% من 1 لتر زي 5% من 1000 لتر؟ لا طبعا، يعني فاهم قصدي؟ يعني ما يعني ملهاش علاقة يعني. تمام؟ هو كده كده في ليكج غصب عني بيحصل، لازم يحصل ليكج. يعني الفلو برضو بيرجع عشان في كليرنس. كده كده في ليكج، ما هو كده كده موجود. تمام؟ طب نيجي بقى للبليد بروفايل. البليد بروفايل شكل اير فويل. ايه الاير فويل؟ هو عباره عن سيكشن او شيب بيبقى ليه مينيمم دراج وماكسيمم او لارج ليفت. يعني ادي الستريم لاين اوف فلو بتعدي، يعني شايف الاير، يعني البليد اهي مقطعها اير فويل وتويستد، في تويست، يعني تلاقي الانجل عند الهب اكبر من الانجل عند التيب، يعني الانجل في تويست في البليد، والفلو داخل وخارج اكسل. دي الستريم لاين بتاعت الفلو. في شويه ترمينولوجي لازم نبقى عارفينها في الاير فويل. المدخل هنا اول حاجه بيقابلها الفلو اسمها ليدنج ايدج، بتبقى الراوند، الراوند نوز دي. النهايه هنا بتبقى ويدجت تريلينج او الرير ايدج. السطح العلوي اللي هو اللي الشكل دوت الابر سيرفيس بيسموه السكشن سايد، ناحيه البريشر القليل. والسطح السفلي ده اللي هو الايه، اللو سيرفيس، او بيسموه البريشر سايد. يعني دايما هنا من الشكل دوت، من حسب الشكل دوت الضغط فوق بيبقى قليل وتحت تحت كبير. تمام، نتيجه لاختلاف البريشر ديفرنس بسبب الكيرفيتشر او بسبب التيرنينج اللي حصل للفلو، بيتولد نورمال فورس على الفلو، الليفت فورس. يعني ايه ليفت فورس؟ الفورس العموديه على اتجاه الفلو. يعني ادي الفلو جاي، في فورس عموديه اهي، في فورس عموديه على مين؟ على الشكل الاير فويل، وفي فورس توازي اتجاه الفلو اللي هي الدراج. يبقى فيها اتنين فورس، ليفت فورس نورمال بيربنديكولار على اتجاه الفلو، وفورس تانية دراج توازي اتجاه الفلو. الريزلتنت فورس هي تجميع الايه؟ يبقى روت سكوير ليفت سكوير زائد الدراج سكوير. في خط اللي هو الخط الاحمر اللي بيوصل ما بين الليدنج ايدج والتريلنج ايدج اسمه الكورد لاين. الكورد لاين عامل زاويه مع اتجاه الفلو اللي جاي. يعني لو ما اديته على استقامته وادي اتجاه الفلو، في انجل اهي اسمها الانجل اوف اتاك. تمام، اللي هي الزاويه بين الكورد لاين والايه، الفلو دايركشن. تمام، ادي الانجل اوف اتاك اهي، والانجل اوف اتاك دي بتحدد بقى قيمه الليفت والدراج كام. في زاويه تانية من الخلف ما تهمنيش قوي، الداون ووش انجل ابسلون، انا تهمني طبعا الزاويه اللي قدام دي. في خط تاني دوتد بيسموه الكامبر لاين او المين لاين، في عندي خطين، خط ستريت كورد لاين، وخط تاني كامبر او مين لاين. ايه المين لاين؟ ده بينصف السيكنس بتاع الاير فويل، بينصف السيكنس بتاع الاير فويل. المسافه ما بين الكامبر لاين او المين لاين والكورد لاين اسمها كامبر، التقاوس او الكيرفيتشر. طبعا الكامبر في الاول بزيرو وبيزيد ويرجع الى تاني الى زيرو. طبعا الاير فويل اللي استخدموها ليها مينيمم دراج واكبر ليفت، الناس لقوا طبعا ان الريشيو الليفت فورس على دراج فورس بتبقى حوالي من 15 ل 20، ممكن تبقى اكبر من كده اعتمادا على شكل الاير فويل بروفايل. واضح يا عمرو؟ تمام يا دكتور. انت خدت الاير فويل؟ ها، لا ما خدناهوش قبل كده. ايه ده، ما خدتوش في الفلويد؟ مش انت خدت فلويد؟ لا ما خدتهاش، ما خدناهوش. ما خدتوش الفلو اوفر اميرس بادي؟ اه خدناه. ما خدتوش الليفت والدراج؟ لا ما خدناش دي.
ازاي ما ده شابتر عندكم، شابتر اسمه فلو اوفر اميرسيف بادي، مش فلو اوفر اميرسيف بادي الليفت دراج فورس. ما سمعتش عن الليفت دراج فورس والحاجات دي؟ لا ما خدناش. هو احنا خدنا مثلا لو بادي مغمول نجيب الفورس اللي عليه الاف والحاجات دي والواي. تمام، ده شكل البليد اهو، انا رسمت اهو رسم كده ايزومتري للبليد اهي. ده طبعا البليد في الاول بتبقى ايه يعني الانجل بتاعتها ايه قليله، وبعدين بتزيد او في تويست في البليد. تمام، ادي الاير فويل، دي الهب، ده الدي هب، وده الدي تيب، وده الشافت دايمتر، وده اتجاه الروتيشن. الاير فويل ليها وضع معين، يعني شايف شكلها عامل ازاي، لازم وضعها يبقى مقلوب. ليه؟ الفلو جاي من تحت لفوق، تحت اللي هو السكشن سايد اللي هو الخط ده، يعني الابر سيرفيس دوت، ده اللي هو السكشن سايد. الخط الثاني دوت البريشر سايد، لازم يكون ليها عدله معينه. تمام، يبقى لازم احط الاير فويل في وضع معين بحيث يبقى الكيرف اللي ده يناظر السكشن بريشر، والكيرف اللي فوق الايه اللي هو البريشر سايد. تمام، انا هنا رسمت حاجه اسمها الفيلوسيتي تريانجل زي ما عملت مع الريديال بامب اهو. طبعا البامب بتلف الاتجاه اليمين، يعني انا اسف كلوك وايز، بتلف كلوك وايز. ليه؟ لان دي ليدنج ايدج، طالما دي ليدنج ايدج يبقى لازم تمشي، ما ينفعش تمشي بظهرها، لازم دي تبقى المقدمه، دي ليدنج ايدج. فاتجاه هنا في السرعه اللي هي يو الريم او البريفرال فيلوستي السرعه المحيطيه، هنا اليو في يو عند الهب، يو هب لاوميجا في ار هب، وفي يو تب او يو اوتر. طبعا لما انا بطلع لبره الريديوس بيزيد، لما بيزيد الريديوس اليو بتزيد زي ما خدنا في الريديال بامب، يو 2 اكبر من يو 1 اهو، واضح ان يو بيزيد لما انا بطلع لبره. طيب بالنسبه للفلوريت السي ام ثابت، السي ام هنا زي هنا زي هنا، ايه اللي هيخلي فلوريت مختلف؟ يعني السي ام عليهم كلهم ثابت، ثابت مفيش اختلاف في الفلوريت، يعني السي ام عند الهب نفسه عند التب، لان الفلو اكسيالي، طالما الفلو اكسيالي فكلهم داخلين بنفس نفس الكومبوننت، يعني السي ام نفسها سي ام نفسها سي ام. لو جيت رسمت المثلث هنا السي ام وادي اليو ادي البيتا هب، لو جيت عند التب هتلاقي نفس السي ام بس اليو كبير، عشان كده المثلث نام بقى بي بي اوت، يعني بي اوت اصغر من بي هب. عشان ايه بقى؟ عشان اليو عند الهب اكبر من اليو عند الايه؟ انا اسف، يو عند التب اكبر من يو عند الهب، ده اللي خلى فيه تويست للبليد، عشان كده البليد فيها تويست بسبب اختلاف الايه؟ البليد انجل نتيجه اختلاف اليو. لما انا بطلع لبره ايه اللي بيحصل؟ اليو بتزيد والبيتا بتقل. واضح يا عم؟ تمام يا دكتور. بالنسبة عند الخروج بقى الفلوستي عند المخرج اهو، هنا في سرعة تالتة اللي هي السرعة النسبية ال W، W1 عند الاوت و W وادي W1 عند الايه؟ عند الهب. مين عند المخرج؟ ادي W2 عند الاوت وادي C2 وادي ادي U. في حاجة مشتركة بين المثلثين، ادي المدخل وادي المخرج، ان اليو اوت نفسها اليو اوت والسي ام نفسها السي ام، يبقى المثلثين دول مشتركين في القاعده والارتفاع، نفس اليو ونفس السي ام، لان الفلو ثابت. هو ايه اللي هيخلي الفلو يختلف؟ طالما الفلو اكسيالي فالسي ام دي نفسها السي ام دي، والسرعه النسبيه دبليو اهي اتجاهها، السرعه الكليه الابسوليوت ادي السي 2 اهي، يبقى السي كانت داخله كده اكسيالي وخرجت ايه مايله شويه. طب عند الـ 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 عند الـ عند المين ريديوس مثلا او الافريج ريديوس، ادي الدبليو ار 2 الريليتيف وادي اليو ار وادي السي 2 ار. عند الهب شوف شكل المثلث بيختلف، يعني المثلث عند الاوتلت مختلف هنا غير هنا غير هنا، ادي يو هب زي اليو هب والسي ام زي السي ام وادي اليو 2 عند الهب وادي السي 2. تمام،
يبقى كده رسمنا الفلوسيتي تريانجل عند اكتر من سيكشن، عند اكتر من ريديوس. واضح هنا ان في البليده فيها تويست، تويستد بليد، يعني البليد انجل مش ثابته، ولازم الفلو يدخل بنفس الفلو انجل، يعني لازم الفلو هنا الدبليو تكون داخله بنفس الزاويه دي. نفس الكلام الدبليو 1 ار داخل بنفس الزاويه دي، والا يحصل شوك لوس زي ما خدنا في السنترفيجال بامب. لازم السرعه النسبيه للفلو يكون داخل بنفس الانجل بتاعت البليد، والا يحصل شوك لوس. تمام؟ تمام. انا بقى رسمت هنا اللي فاتت كانت رسمه ايزومتري، هنا بقى رسمت سيكشن، ادي سيكشن في البامب اهو، ادي ادي البليد اهي، وانا حطيتها في وضع معين. السطح دوت ده اللي هو السكشن سايد، نيجاتيف بريشر اهو بريشر، والسطح اللي تحت دوت دايما يعني الاير فويل ليها عدله معينه، ليها وضع معين. تمام؟ ال 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 السطح ده اللي هو السكشن، وده اللي هو البريشر سايد. تمام؟ وادي الفلو، هي دي بتلف ازاي؟ دي الليدنج ايدج اللي هي نقطه واحد واثنين، دي التريلنج ايدج، دي بتلف الى اليسار، لازم تلف لليسار، يعني لازم دي تبقى اللي في الاول. تمام؟ ما ينفعش تمشي لليمين، يبقى اتجاهها بتلف ايه؟ الى اليسار. هنا في يو عنده واحد، الفلو داخل اكسيالي اهو، اكسيال انلت، يعني الفلو داخل اكسيالي عشان انا حاطط ايه؟ اكسيال انلت جايد فين. تمام؟ ادي يو وادي السي 1 نفسها السي ام، والسرعه النسبيه هتبقى دبليو 1، دبليو 1 في نفس اتجاه الزاويه بتاعت مين؟ بيتا 1. معايا يا عمرو؟ سامعني؟ اه يا دكتور، هو الصوت بس قطع شوية. الصوت قطع معايا يعني؟ اه دلوقتي. اه طب انا كنت بشرح الفلوسيتي تريانجل اهو، ادي عند المدخل، ادي شكل البري بروفايل الوضع بتاعها. الناحيه السفلى دي السكشن سايد اللي هي البريشر القليل، والناحيه العليا اللي هي مين؟ البريشر سايد. تمام؟ ادي اتجاه الفلو دبليو 1 ريليتيف، لازم يكون داخل بنفس الزاويه بيتا 1، وادي اتجاه الايه سرعه نقطه واحد اللي هي الريم فيلوستي يو 1، وادي السي 1 اكسل انلت بيساوي سي ام 1. عند الخروج الفلو اهو، ادي الريلاتيف فيلوستي دبليو 2. تمام؟ وادي السي 2 وادي الدبليو 2 يو 2، انا اسف، ادي يو 2. من المثلثين دول فيهم حاجتين مشتركتين، اليو نفس اليو والسي ام الارتفاع واحد، هحطهم على بعض اهم، هحطهم على بعض، ادي اليو تمام وادي السي ام وادي اليو 1 دبليو 1، ادي مثلث الدخول اهو، ده مثلث الدخول دبليو 1 سي 1 ويو 1، مثلث الخروج دبليو 2 وسي 2 ويو 2، اقوم حاططهم على بعض ليهم نفس القاعده ونفس الارتفاع، هتلاقي ان سي ام نفسها سي ام 1 نفسها سي ام 2. طيب هاجي هنا بقى هنصف مين؟ هنصف القاعده دي، دي اللي هي الدلتا سي يو، هنصفها واوصل كده خط من النقطه دي. تمام؟ ادي دبليو 1 وادي دبليو 2، دبليو 1 دي اللي هي السرعه النسبيه اللي هي الريليتيف فيلوستي
سرعه الفلو بالنسبه للبليد عند المدخل دبليو 2 اللي هي ريليتيف فيلوسيتي، سرعه الفلو بالنسبه للبليد عند المخرج. انا لما جيت نصفتها جبت مين؟ جبت المين او الافريج ريليتيف فيلوسيتي، السرعه النسبيه، المين او الافريج ريليتيف فيلوسيتي. تمام، خليك معايا يا عم ثانيه واحده، انا بس هاجي لك تاني. تمام.
معايا يا عمرو؟ اه يا دكتور. معلش بس جالي تليفون. طيب نرجع تاني المثلثين اهم، ادي عندي الريليتيف انلت فيلوسيتي دبليو 1 وعندي ريليتيف اوت فيلوسيتي دبليو 2. انا جبت الافريج دبليو مين اهي اللي هي الخط المنقط. هنا الفلو شايف مين بقى؟ شايف ان الاير فويل بتلف، طالما البليده بتلف فهي مش شايفه السي، هي شايفه الدبليو، السرعه النسبيه. تمام، انا شايف هنا السرعه النسبيه اللي هي سرعه الفلو بالنسبه للبليد اللي هي الدبليو مين. تمام، الدبليو مين بقى منها احسب حاجات كتير. العمودي على الدبليو مين ده الليفت، يبقى ادي الليفت على البليد اهو، ادي اتجاه الليفت اهو، الليفت على البليد، يبقى البليد عليها ليفت لتحت. تمام، يبقى دي الفورس اللي على البليد. في نفس الوقت هي بتعمل ليفت على الفلو، يعني هي بترفع الميه لفوق، يعني هي بتاثر بفورس على الميه، وفي نفس الوقت الميه بتاثر عليها فورس. يبقى السهم اللي تحت ده قوه الميه على البليد، وفي نفس الوقت الفورس اللي على الميه هتبقى لفوق. وهنا في فورس اللي هي دراج على البليد، الميه وهي داخله بتعمل دراج على البليد، وفي نفس الوقت البليده بتعمل قوه معاكسه على مين؟ على الميه. يبقى ادي الليفت على البليد عمودي على الدبليو مين، وادي الدراج على البليد يوازي الدبليو مين. الريزلتنت فورس اللي هي الاف ريزلتنت هي دي، اللي هي عباره عن روت سكوير اف دراج سكوير زائد اف ليفت سكوير. طب انا دلوقتي عايز اخد الاف دراج الاف ريزلتنت اعمل لها ريزوليوشن في اتجاهين، الاتجاه الاكسيال اللي هو بتاع الاكسس اوف روتيشن، والاتجاه التانجنت. تمام، هما كانوا في اتجاهين عموديين بس ليفت ودراج بالنسبه لمين؟ الدبليو مين. انا هعيد تحليلهم تاني في اتجاه الاكسيال واتجاه الايه؟ التانجنت اهو. يبقى الاف ريزلتنت هعمل لهم ريزوليوشن، ادي الاكسيال فورس وادي التانجنت فورس. الاكسيال فورس على البليد، يبقى واضح ان في فورس على البليد اهي، من الضغط الاعلى للضغط الاقل، ده من الضغط العالي فوق والقليل تحت، ده البريشر سايد وده السكشن سايد، وده التانجنت فورس اتجاهها الى اليمين. يبقى دي الفورس اللي على البليد، في عليها تانجنت فورس كده اهو، وفي نفس الوقت هي بتاثر بتانجنت فورس على الفلويد. ده اللي انا عامله تحت اسمه الفورس دايجرام، واللي فوق ده اسمه الفيلوسيتي دايجرام. والزاويه زاويه الدبليو مع اليو بيتا 1، زاويه دبليو 2 مع اليو بيتا 2، الزاويه بتاع الدبليو مين مع اليو بيتا مين، دي الزوايا كلها. والالفا دي الفا 1، الفا 1 ب 90. تمام، الفا 2 ليها زاويه طبعا، واضح ان الفا الفلو خارج ليه زاويه، عشان انت سالتني في الاول قلت لي ليه بركب جايد فين عند المخرج؟ عشان تخلي السي 2 تطلع اكسيالي، يعني الجايد فين عند المخرج تخلي الفلو بدل ما هو خارج مايل يطلع ايه؟ اكسيال، اكسيال اوتلت. واضح يا عمرو؟ واضح يا دكتور. تمام، انا هنا طبعا ادي رسمت طبعا ادي المثلث، طبعا انا يعني في السلايد اللي فاتت عملته بالتوضيح يعني بالديتيل. ادي المثلثين اللي انا عايزهم، ادي الدخول، ادي البليد هيت، السطح السفلي السكشن سايد والعلوي البريشر سايد، ادي الريليتيف فيلوسيتي دبليو 1، ادي اليو، وادي السي ام نفس سي 1، وادي البيتا 1، ادي عند الخروج دبليو 2، وادي سي 2، وادي دبليو ار. طبعا الدبليو نفس الدبليو، والسي ام نفسها السي ام اللي هو الارتفاع، ودي البيتا 2. لو في المساله قال هو غالبا بيبقى اكسيال انتري، يعني ايه اكسيال انلت؟ يعني السي ام بيساوي السي 1، يعني الالفا 1 ب 90، ومن الكونتينيوتي هتلاقي ان السي ام 1 بيساوي السي ام 2، يعني ارتفاع المثلث هنا الكومبوننت الاكسيال هنا سي ام 2 نفسها سي ام 1. تمام؟ دي الحسابات والكالكوليشنز، دي المثلثين اللي انا كنت رسمهم من شويه. تمام، طبعا المسافه دي اللي هي اسمها سي يو التانجنت كومبوننت، والسي ام الاكسيال كومبوننت،
والزاويه دي اللي هي بيتا مين، دي البيتا مين تمام، وادي الريزلتنت فورس، وادي الليفت فورس، وادي الدراج فورس، وادي الاف النورمال او الاكسيال، وادي الاف التانجنت تمام. لو انت عايز تجيب السي 1 هتساوي ايه بقى؟ سي 1 هتساوي روت سكوير سي ام 1 زائد سي 1. هنا السي 1 بزيرو خلاص، يبقى السي 1 بتساوي سي ام 1. السي 2 هتساوي برضو من المثلث، يبقى سي ام 2 زائد سي 2. في زاويه اسمها لامدا، زي ما عندي زاويه اسمها بيتا مين، البيتا مين اللي هي الزاويه بين اليو والدبليو مين. في عندي زاويه اسمها لامدا اسمها جلايد انجل، جلايدنج انجل، الزاويه بين الليفت والريزلتنت، الزاويه بين الليفت والريزلتنت دي بتحدد الريشيو بين الدراج والليفت. يعني تان اللامدا عباره عن اف دراج على اف ليفت، وزي ما هناخد من المعادلات ان هي برضو هتبقى برضو بتساوي الدراج بيتناسب مع الدراج كوفيشنت والليفت مع الليفت كوفيشنت، يعني الفورس ريشيو نفسها ايه؟ كوفيشنت ريشيو. يعني اف دراج على اف ليفت نفسها سي دي على سي ايه؟ سي ليفت. تان بيتا مين، لو عايز تجيب تان البيتا مين اهو اللي هي الزاويه دي، هتساوي ايه بقى؟ يبقى سي ام على الحته دي على يو ناقص سي يو على 2 من المثلث دوت الداخلي ده، المثلث ده دي البيتا مين. تان بيتا مين هيساوي السي ام على اليو ناقص سي يو على 2. واضح يا عمرو؟ تمام. الحسابات بقى والايكويشنز اللي انا محتاجها، الليفت فورس بحسبها من المعادله دي، يبقى الليفت كوفيشنت فهاف الرو الدنسيتي. هنا بتعامل مع مين؟ السرعه النسبيه اللي هي المين ريلاتيف فيلوسيتي دبليو ام سكوير اللي هي المنقطه دي في الاريا. الاريا عباره عن ايه؟ الاريا عباره عن الكورد عرض البليد في البي طول البليد، يعني البليده ليها طول وعرض اللي هي السبان، والال اللي هي الكورد في البي اللي هي الايه؟ الراديال ويتس للبليد، الطول في العرض بتاع البليد. الدراج فورس هتساوي بنفس الايكويشن بس دي هتبقى سي دي مش سي ال، دي سي سي دي مضروب في هاف الدنسيتي في المين ريلاتيف فيلوسيتي مضروب في الكورد في البيتا في البي، انا اسف، الكورد اللي هي المسافه بين الليدنج ايدج والتريلنج ايدج، والبي اللي هو عباره عن اليونت راديال ويدث للبليد. طيب لو عايز تجيب التوتال فورس ريزلتنت يبقى روت الدراج سكوير زائد الليفت سكوير اللي هي نفسها الاف اكسيال زائد الاف تانجنت. الجلايد انجل ان احنا قلناها قبل كده اللي هي انفرس تان الدراج على الليفت، او هتساوي انفرس تان سي دي على سي ال تمام. وبرده هنا الاف الاكسيال او النورمال، وعندي هنا الاف الايه التانجنت الاتجاه التانجنشال، يبقى المعادلتين صح. لو انت عايز تجيب التان بيتا مين من المثلث زي ما انا قلت، هتساوي تان بيتا مين هيساوي سي ام على اليو ناقص سي يو على 2. تمام يا عمرو؟ تمام. في اسئله عندنا؟ لا تمام. طب نيجي بقى للبارامترز، عشان دي انا محتاجها عشان المسائل. زي ما كان عندي دايمنشنز بارامتر للبامب السنتريفيجال بامب، هم برضو موجودين هنا عندنا في التربن، انا اسف في الاكسل بامب. الفلو ريشيو اللي هي الابساي اللي هي بتساوي سي ام على روت 2 جي اتش، ودي تتراوح من 0.25 ل 0.6. الفلو ريشيو مرتبطه بالفلو. في برضه عندي حاجه اسمها سبيد ريشيو اللي هي مرتبطه بسرعه اللي هي التانجنت يو ار على 2 جي اتش. هنا دي ممكن احسبها عند الهب او عند التب،
عند الهب او عند التب. يبقى هنا لو بحسب فاي هب يبقى تقول يو هب على 2 جي اتش، يبقى اقول اوميجا ار هب. فاي عند التب يبقى يو تب لاوميجا ار تب على 2 جي اتش. فاي عند التب تتراوح من 2 الى 2.7. في بقى عندي حاجه ثالثه اسمها الدايمتر ريشيو او الهب ريشيو، اللي هي الدي هب على الدي تب. الدي هب على الدي تب دي بتبقى تقريبا حوالي من 3.1 الى 6.10. تمام تمام ماشي. برضو في عندي حاجه اسمها المين دايمتر، القطر المتوسط. يبقى الدي اوت زائد الدي هب على 2. احيانا في المثال يقول لي احسب عند الدام المين دايمتر. في عندي حاجه اسمها المين افكتيف دايمتر، هو زيه يبقى روت دي اوت سكوير زائد دي هاب سكوير على 2. يبقى في عندي المين دايمتر والمين افكتيف دايمتر. المين اللي هو المتوسط الهندسي الافريج، دي هاب زائد دي تب على 2. المين افكتيف روت دي اوت سكوير زائد دي هاب سكوير على 2. في عندي حاجه اسمها البليد سوليديتي. البليد سوليديتي عباره عن الكورد على البيتش او السبيسنج. معلش حضرتك في سلايد كام؟ عشان هو لا لا ما قعدت 16 لسه. هو ما بيقلبش معاك؟ طيب. هو واقف عند 16. ماشي. ما انا عمرو بقول لك انت معايا انت ما بتقوليش انت مش مع... لا انا سامع حضرتك والله فاهم بس ما انت شكلك يا عمرو مش معايا، عمال انادي عليك انت مش معايا خالص. كنت معاك والله. قعدت انادي عليك في اديتك بريك، قعدت انادي يا نادي انت مش معايا خالص. دكتور والله كنت شايل السماعه من اللابتوب. هتلاقي كل ده طلع في التسجيل، قعدت انادي يا عمرو يا عمرو. بص اهو انا. عمال انادي يا نادي وانت والله السماعه كانت متشاله فما اللابتوب صوت. واضحه كده قدامك؟ اه واضحه كده. تمام يبقى احنا قلنا في عندنا المين دايمتر اللي هو الدي اوت زائد الدي هاب على 2، وفي عندنا المين افكتيف دايمتر هيبقى روت دي اوت سكوير زائد دي هاب سكوير على 2. تمام. في حاجه عندي اسمها بليد سوليديتي، دي عباره عن الكورد على السبيسنج. لو قسمت الكورد بتاع الاير فويل على المسافه على البيتش، ايه البيتش دي عباره عن ايه؟ اللي هي التي. البيتش اللي هي المسافه بين التو بليد. البيتش بحسبها ازاي؟ المحيط باي دي على عدد البليد، اللي هي المسافه ما بين التو بليد. لو قسمت الكورد على البيتش ال على ال بي اسمها بليد سوليديتي. تمام تمام. في برضه عندي حاجه مهمه اللي هي الافشنسي بقى، الهيدروليك افشنسي. زي ما خدنا في البامب الاكتوال هيد على الثيوريتيكال هيد، زي ما خدنا في البامب بالظبط. الثيوريتيكال هيد بحسبه بقول يو سي يو 2 ناقص يو سي يو 1 على جي. هنا بتعامل مع اكسل انلت، يعني السي 1 بزيرو. هيطلع في الحاله دي ان الثيوريتيكال هيد هيساوي الاتش اكشوال على يو سي يو 2 على جي. ده لو قال في المساله، هو غالبا بتبقى اكسل فلو انلت زي ما كنا بنعمل في البامب راديال انلت فلو. الاوفرول افشنسي، الافشنسي بتاعت البامب، الفلويد باور على البريك باور، الفلو باور جاما كيو في اتش على البريك باور الانبوت التورك في الاوميجا اللي هي 2 باي ان على 60. واضح يا عمرو؟ هل في اسئله لغايه هنا يا عمرو؟ لا واضح يا دكتور. تمام. طيب انا هتوقف هنا بقى، كفايه اتوقف بهذا القدر يعني. نكمل بقى المره الجايه. ناخد بريك كده 10 دقائق ونخش في السيشن بقى. تمام. دكتور هو بعد الاكسل هنخش على التوربين صح؟ البوست بامب. مش هنخش على التوربين؟ لا ما بعديهم. في لسه البوست بامب وبعدين لسه في التربين ان شاء الله يعني. نوع واحد منها صح؟ الايه؟ التوربين كم نوع؟ البوست بامب؟ لا التوربينات. لا في نوعين. نوعين أكسل. لا لا ده لا في لا في امبلس وفي رياكشن، والرياكشن بتقسم ثلاث انواع. بوست بامب وبعد البوست بامب نخش في الايه الووتر تيربن بقى ان شاء الله. هو دكتور المجتمع كل حد فين؟ ربنا يسهل يعني لغايه هنشوف هنوصل لغايه فين يعني. حد ما نقف يعني؟ حد ما نقف؟
لغايه ما نقف ان شاء الله يعني باذن الله يعني.